بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم في هذا اليوم ذكرى عظيمة، ألا وهي ذكرى بزوغ النجم الثامن من أقمار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حيث ولج إلى هذه الدنيا وأنارها بنوره وبعلومه في مثل هذا اليوم، حيث ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه على روايتين. الرواية الأولى تذكر في 11 من ذي القعدة، من ذي القعدة لسنة 148 للهجرة. والرواية الأخرى أيضا رواية تقول 153 للهجرة المباركة. في الواقع أيها الأحبة، يوم ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا علي بن موسى، كيف استقبله الإمام الكاظم عليه السلام؟ كالسنة التي اعتاد عليها آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث تلقاه من أمه تلك السيدة الطاهرة السيدة نجمة، حيث أخذه منها وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. ومن يومها الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يدع زوجته إلا بالطاهرة التي تشرفت بولادة هذا الإمام العظيم، الإمام الرضا الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ذكرت لكم حديثا في بداية تلك الحلقات، هذه الحلقات، وقلت لكم أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الأئمة من بعدي 12، أولهم علي، ورابعهم علي، وثامنهم علي. علي بن موسى الرضا له ألقاب عديدة، فقد لقب بالصابر، ولقب بالوفي، ولقب بالرضا وهو أشهر ألقابه، ولقب بالسلطان، السلطان أبي الحسن. والواقع أيها الأحبة أن هذا اللقب، وإن كان أصر عليه كثير من المؤمنين حينما يخاطب الإمام ويسلم عليه: السلام على السلطان أبي الحسن. نعم، هو سلطان على القلوب، لا شأن لسلطان الدنيا، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا نظر لهم ولا غاية لهم بالدنيا أبدا، بل جعلوا من الدنيا قنطرة للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولتبليغ أحكامه ورسالة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله السلطان. لذلك هذه الألقاب التي لو صح التعبير أن نقول أنها ألقاب مجعولة، هناك ألقاب مجعولة وهناك ألقاب منجعلة. الألقاب المجعولة هي الألقاب الدنيوية، كلقب القائد، ولقب العقيد، ولقب السلطان وغيرها. وهذه الألقاب تزول بزوال ذلك المنصب الدنيوي، بزوال تلك الوظيفة. أما الألقاب الروحية الإلهية الأخروية كلقبه بالوفي، كيف كان وفيا؟ لأنه وفى لله، لأنه وفى بكل أوامر الله سبحانه وتعالى، وأدى دوره وأنار للمؤمنين ذلك الطريق. ولقبه الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الرضا، الإمام الذي رضي بقضاء الله وقدره، وهو كآبائه وأجداده، فهم مسلمون لقضاء الله سبحانه وتعالى تسليما تاما. تعلمون أيها الأحبة أن جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم عندهم علوم النبي صلى الله عليه وآله، كل العلوم، فهم يعلمون
ممن علمهم يعلمون بكل ما يجري عليهم، ولكنهم سلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى لأجل تثبيت هذا الدين. قد يقول قائل ويستشكل مستشكل، كيف للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يعلمون بحتوفهم ومناياهم ويقبلون عليها؟ وهذا أيضا كثير من المشككين يقول لك هذا الكلام، يقول لك كيف للإمام مثلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكل الأئمة إذا كان يعلم بأن فلان هو القاتل أو هذا اليوم هي المنية كيف يقدم عليها؟ وهذا الإشكال أيضا يوردونه على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما سمه المأمون. المأمون عندما سمه بتلك حبات العنب الإمام يعلم بها، كيف يتناولها؟ كيف يأخذها؟ أيها الأحبة، علوم آل البيت هم عيبة علم الله، خزان وحي الله، ما أخبرهم به الله سبحانه وتعالى لتثبيت الدين وإقامة الحجة لا يرتبون أثر عليه. يعني أنا وإنت لو واحد يقول لنا ينطينا خبر أنك يا فلان ستموت يوم الأحد المقبل، ماذا يحل بك؟ كيف تكون حالك؟ كيف يكون حالك في ذلك من ذلك الخبر؟ تضطرب. أما الإمام المعصوم فهذا النوع من أنواع العلم وإن حصل عنده فهو مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو عبد الله عليه السلام رضا بقضائك يا رب. نعم هناك علم آخر وهو علم كسبي، وهذا العلم لا بد للإمام ولغيره أن يرتب أثر. يعني لو أن رجلا جاء إلى الإمام سلام الله عليه وأخبره بأن هذا العنب مسموم لا يتناوله أبدا، لا بد له أن يرتب أثر. على كل حال، فهذا الإمام الذي حوى علوم آبائه وأجداده كيف كان يتعامل معه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ يدخل عليه أحد أصحابه، أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، المفضل بن عمر، يدخل عليه يسلم عليه وقد وجد الإمام قد حمل ابنه الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأخذ يقبله. فقال له المفضل، قال يا ابن رسول الله، لقد دخل من الحب في قلبي لهذا الغلام ما لم يدخل لغيره إلا لك يا ابن رسول الله، أهو حجة الله من بعدك؟ قال نعم يا مفضل، إنه مني كمنزلتي من أبي. وكان إذا ذكره الإمام سلام الله عليه يقول قال ابني الرضا، وإذا خاطبه بكنيته تعال يا أبا الحسن. لذلك هذا الإمام العظيم أيها الأحبة الذي ما قصده قاصد ورجع خائب أبدا، فهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى، أنار الدنيا بمآثره ومكارمه وعلومه. فالسلام عليه يوم بزغ في هذا العالم، يوم ولد، والسلام عليه يوم رحل إلى ربه راضيا مرضيا والتحق بآبائه الطاهرين، والسلام عليه يوم يبعث حيا. نسأل من الله سبحانه وتعالى بوجاهة الإمام الرضا، الإمام الضامن باب الله الواسع، وبآبائه الطاهرين أن يتلطف علينا بألطافه وبحبه لهم، وأن يرفع عنا وعن جميع المؤمنين هذا الوباء الذي أضر بنا، وأن يوفقنا للسير على نهجهم والتمسك بأخلاقهم، وأن يحشرنا تحت لوائهم، وأن يعيد علينا هذه الذكرى في يسر منه وبسلامة لجميع المؤمنين. والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.